أبو محمد، ممكن أطرح عليك معلومة؟ معلومة ولا فضفضة؟ لا لا معلومة. هل تعلم أني أنا قد ممكن قابلت مع ممكن كم 6000 متسابق؟ يعني 4000 أو حش نقول فوق 1500 عشان تصير هم فوق 1500. طيب فوق 1500 وصلت مرحلة يعني حتى في أي مكان أجلس تلقاني أنظر للواحد يسولف قدامي أناظر فيه نظرة متسابق، ودي أقول له كذا. ينفع HR تصدق؟ ها؟ ننفع HR. ننفع HR. من كثر ما سوينا مقابلات شخصية ننفع HR. جدا جدا. مفروض في وظيفة مقابلات شخصية بس يجيبونا بالأوردر. صح. ها أبو سلطان؟ شيء. يجيبونا مقابلات شخصية بالأوردر يعني. ليش؟ فريلانسر. ليش؟ عند شركة كبيرة عندها مقابلة شخصية يجيبوننا من كثر ما قابل. كثر ما قابلنا. صار عندك خبرة ما شاء الله. أنت تصور وصار عندك. أيضا معلومة أخرى، أنا أرى أن اليوم متقدمين أفضل من أمس بمراحل. فعلا. أنا ضد الكلام. أمس لا. كان فيها أسماء حلوة يا أخوي. لا لا. بس أمس فيه حلوين وكويسين ومواهب حلوة، بس اليوم فاق للبارح. خلنا نكون واقعيين، يعني أنت مطلوب منك 60 وبتأخذ نصهم. أكيد بيطلع معك ترى ناس مميزين، لا توقع الستين كلهم بيطلعون كويسين. صح. مستحيل. إيه بيطلع لك، قل انصف لك 20 نعمة. 20 معناته أنت وصلت أكثر من 80% من قوة المتسابقين ترى. صح. أنا أنت كم يعني حتى أكثر من 80 لأنك أنت ممكن تأخذ 25. إحنا البارح. لما يكون عندك 20 متميزين يعني خمسة أقل من العادي مثلاً. إيه. هذا كويس. لأن دائما النسخ يبرز فيها مثلاً 5-6 ما يبرز 20. الله يكتب لي في الخير ان شاء الله. العافيه. الله يعافيك ان شاء الله. مكملين غدا ان شاء الله برضو مع مجموعه من المواهب باذن الله. بيض الله وجهك. لا انت موفقين ان شاء الله. بيض الله وجهك. ايضا عوده للحبيب ركان.